مونولوج التحول في حياة بسمة كان الوقت اللي فيه لجأت لربنا وبقت تجري على الكعبة ورمت همها عند ربنا؟ طبعا ديفينتلي. بصي انا لما حد يسألني يقول لي بسمة انت ايه الحاجة اللي بتشوفيها سحر في الدنيا؟ الدعاء. بحس ان الدعاء هو السحر في اللي موجود في الدنيا دي. لو البني آدم بجد بيدعي من قلبه عمر ربنا، انت مستحيل تروحي ربنا ويرجعك، عارفة اللي هو disappointed. مستحيل مستحيل. لما قلتي بعدها في حوار بعد الطلاق انك اتحررتي وانك سعيدة، كان قناع بتداري بيه؟ لا 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 خالص، انا قصدي على النقطة دي اللي انا قلتها، ان انا تحررت من حاجات كتير قوي كانت عاملة لي ستريس، اللي هي مثلا انا مثلا كان طول الوقت مثلا اللايف ستايل بتاعي تامر صعبة قوي، خلي بالك يعني اللايف ستايل متعب جدا، وانا لازم ان انا اخد بالي منه. بالنهايه لما تبقي متجوزه انت عليكي ديوتيز لازم طبعًا تعمليها طبعًا. يعني في حاجات معينه ما كنتش بقدر اعملها. I'm too busy. خلي بالك يعني انسان بحجم تامر يعني مش ايزي انه تبقي متجوزه نجم وبيمثل وبيسافر وبيروح يعني، وانا عندي ثلاث ولاد. It's a lot for me. صحيح. يعني ما اقدرش انكر انه It's a lot for me. كلميني عن حلم الرجوع وقولي لي انه ممكن يتحقق. لا هو هيتحقق بجد؟ والله يا رب امين. انت مبسوطه اكتر مني. ايوه هو هيتحقق ان شاء الله. امين.